احتفلت نساء تعز باليوم العالمي للمرأة 8 مارس بمشاركة أكثر من 33 مؤسسة ومنظمة نسائية وقيادات نسوية من الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة المرأة بالمحافظة تحت شعار المرأة صانعة السلام والتنمية، والتي تقيمها المؤسسات التي تقودها نساء في اليمن. تحية لكل نساء الأرض في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس في كل عام. في هذا اليوم تعلن المرأة وقفتها وصمودها من أجل مجتمعاتها ومن أجل بناء السلام ومن أجل التنمية في المجتمع. المرأة الفاعلة والمؤثرة تستحق أن تمنح الثقة، من حقها أن تكون موجودة في كل الإدارات والوزارات وأماكن صناعة القرار. اليوم المرأة طبيبة وقاضية ومهندسة ودكتورة وأكاديمية في كل المجالات، لا تختلف عن أخيها الرجل. هي والرجل يشكلان معا جناحي التنمية والبناء في المجتمع. اليوم العالمي للمرأة رمزية لاحتفالات نساء تعز اللاتي يكافحن وأوجدن حضورا قوي رغم الحرب والحصار وفقدان العائل. في هذا اليوم العالمي ليوم المرأة العالمي، قررنا مؤسسات التي تقودها نساء في محافظة تعز أن ندشن هذا التجمع الذي يحمل هدف واحد ورؤية واحدة، وهو إعلاء صوت المرأة اليمنية في مختلف المحافظات. يأتي هذا الدور لإبراز العديد من الأدوار التي تنفذها المرأة اليمنية، سواء في الجانب الإنساني، الجانب التنموي، الجانب الخيري. ومن هذا الموقع نبعث كل التحايا للمرأة الفلسطينية، المرأة الصابرة، هذه المرأة العظيمة التي جسدت ملاحم البطولة، التي رسمت قصص البطولة والفداء. شكرا نساء غزة، شكرا لفتيات غزة، شكرا لغزة بحد ذاتها من ترسل لنا رسالة أن الصمود مستمر وأن الحرية تحتاج العديد والعديد من التضحيات. يرسلن نساء تعز رسائل الكفاح والنضال لنساء غزة التي ضربن أروع أساطير الصمود والنضال من أجل الوطن. أنا اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هو مناسبة لإبراز الدور المحوري اللي تقوم به المرأة على كافة المستويات، وهذا طبعا تقليد سنوي الحفل بهذه المناسبة، ونحن هنا نؤكد على أهمية أن تكون المرأة دور فاعل. الاحتفال حمل معاني القوة والوجود لنساء تعز اللاتي هن يكافحن بطريقتهن ووجدن ليكملن أساسيات الحياة والتنمية. اليوم نحن نحتفل في يوم المرأة العالمية، اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. نحن والعديد من المنظمات ذات القيادة النسائية نشكر الجميع على تعاونه ونشكر الجهات المعنية. اليوم صراحة حضور مشرف، حضور كبير للمنظمات ذات القيادة النسائية تحت ظل منتدى واحد، وهو منتدى المرأة اليمنية. في يوم العالمي ترسل نساء محافظة تعز رسائل السلام والتنمية، وأيضا نساء غزة قادرات أن يكن صامدات، وهذه الرسائل كلها تقول إن المرأة في اليوم العالمي حاضرة وموجودة بكل قوتها.